كان يا مكان في قديم الزمان هناك مفهوم الكل يسعى للوصول إليه، الكل يتمناه، الكل يرغب فيه، ألا وهو النجاح. من يريد النجاح تتفتح له أبواب الكون. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من طبيب الأسنان والأذهان. حلقة النهاردة هنتكلم عن النجاح، يعني إيه نجاح، مفهوم النجاح، طرق عملية فعلا مش مجرد كلمات احنا بنقولها علشان الناس تنجح والناس تقدر تحقق اهدافها وتحقق احلامها وتحقق طموحاتها وتنفذ الخطط اللي وضعها بشكل صحيح. اسمحوا لي في البداية ارحب بضيفي في الاستوديو دكتور حازم الشيخ، عميد مدربي مصر. نورتينا يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور علي، انا سعيد اني بقابلك النهاردة حقيقي، وسعيد اكتر لان قابلتك قبل كده وعرفت قد ايه انت طموح ونشيط وصاحب اهداف جميلة وكل يوم تسعى للمزيد من النجاح. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. قول لي بقى، عميد المدربين، التايتل ده جاء امتى وازاي؟ والله السؤال ده جميل جدا حقيقي. وانت اجرأ من سألني. اتفضل. السؤال ده طبعا محدش بياخد لقب من نفسه. اكيد. هو كان في مؤتمر للمدربين الدوليين انعقد في مصر. تمام. وكان في مدربين من العالم العربي ومدربين ومدربات مصريين. اللي حصل في عندنا في مصر الدكتور إيهاب زكي، وده صاحب مدرسة ودرس كتير سنوات كتيرة فعلا، ودرب قرابة المليون أو المليون حاجة كده في دول الخليج وفي مصر. هو انا في المسرح كان بيكرموني، فانا فوجئت اتسالت سؤال منه. حضرتك خرجت على المسرح اتسالت سؤال، ازاي الانسان يبقى مدرب كويس وبسرعه؟ فجاوبت ففوجئت بتصفيق حار وكده. قال لهم ايه رايكم، انا عايز اختار الدكتور حازم، هذا الرجل كبير السن الذي يسعى ويحب العمل الإنساني وتنمية البشر. صحيح. فلقيت تصفيقه كده، وكان عايز يسميني شيخ المدربين. وأنا كان ليا زميل الأستاذ أحمد إبراهيم، هو واخد شيخ المدربين، فأنا دفعت عنه وقلت لا، في الأستاذ أحمد شيخ المدربين وأنا ما أعرفش إن هو قاعد، فإذا بيضحك والناس تسقف لي، فسموني عميد المدربين. طبعا لفتة إنسانية لكن محترمة. لكن الفكرة العميد هو من يفيد، وده اللي أنا بس عليه دايما إن شاء الله. طبعا لفتة محترمة من حضرتك إنك تبدأ تقول اللقب ده من اختصاص حد تاني، فأنا أبدأ أتنازل عنه وأبدأ أدور على لقب جديد عشان نحترم بعض والناس اللي في نفس المجال. دي رسالة دكتور حازم الشيخ بيوضحها لحضراتكم، إنه أي حد في مجال يحاول دايما يتعاون مع زملائه لا يتنافر. طيب قول لي سؤال محرج بقى، سن دكتور حازم الشيخ كام؟ هو انا مواليد مارس 52، يعني تقريبا نقدر نقول في نهايه هذا الشهر هيبقى 68 سنه. 68 سنه ما شاء الله. طيب ايه علاقه السن الكبير اللي انا دايما بعتبره رقم لا يعبر تماما عن امكانات او امكانيات او مهارات او قدرات، وشباب دكتور حازم احنا شايفينه في كل الاكاديميات التدريبيه وفي كل المسارح وفي كل الندوات والايفنتات، ايه السبب في شباب دكتور حازم الشيخ؟ هو الشباب شباب الفكر والقلب. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كنت بدرب كاراتيه فتره، فده بيساعد. الرياضه مهمه جدا، اما انت بتنمي ذاتك في الرياضه وفي الاكل وتسعى لذلك، دي حاجه. الحاجه الثانيه الغضب مدمر، بتطلع احماض امينو في البطن بتاثر عليك، ممكن تسبب الوفاة. الغضب لا تغضب، مدمر، مدمر قد يؤدي إلى الوفاة. صحيح. فإحنا كلنا بشر وبنغضب. صحيح. ولكن ببقى حريص، حتى إما جيت أربي أولادي لو أنا زعلان من حد بمثل إني زعلان، ودي نصيحة للأباء، ما تنفعلش قوي عشان ضغطك وسكرك. فدي كانت في بالي دايما كده. علاوة عن موجود هواية أو تمشية أو سماع موسيقى، ده شيء جميل، ترفيه عن نفس شيء جميل، بالتنزه في الحدائق او البحار او كده، او التامل او التنفس. والصباح مليء وكافي انك تصلي الفجر وتاخد طاقه الصباح. حضرتك شايف انه ده سر شباب دكتور حازم الشيخ؟
ايوه طيب معانا اتصال مع ناس كتير. معانا اتصال الاستاذ رضا من دمياط. اتفضل يا استاذ رضا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين الشاشه دكتور علي، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اتفضل. ربنا يرضيك، وبنرحب بالدكتور حازم عميد المدربين وشيخنا والهرم الرابع في التدريب في مصر. الله يخليك، انا بشكرك جدا. الاستاذ رضا حنا رئيس مجلس اداره اكاديميه اصول للتدريب والاستشارات. اهلا اهلا يا استاذ رضا، انا سعيد اني اسمع صوتك حقيقي. متعك بالصحه، وانا سعيد اللي شفتك والله يا دكتور. ما شاء الله هرمين موجودين على الشاشه. ربنا يخليك، وانت هرمنا واستاذنا. ربنا يمتعك بالصحه. انا كنت بسال يا دكتور، بسأل دكتور حازم بعد إذن حضرتك، مقومات النجاح هل بتختلف من شخص لآخر يعني؟ هي المقومات في حاجات أساسية. هنرد لحضرتك يا أستاذ رضا. في حاجات أساسية. شكرا جدا. وهيبان في المقابلة. حاضر. تمام. هنرجع لسؤال أستاذ رضا، مقومات النجاح. طيب عايز أعرف في البداية خالص مفهوم النجاح، يعني تقدر تديني مصطلح كده أو مفهوم للنجاح؟ والله النجاح تعريفه في أبسط صوره انك انت هتمشي في طريق لازم توصله لنهايته، بس الطريق ده فيه عثرات وعقبات وفي حاجات بتشدك وترجعك لورا، انت ازاي تتغلب عليها وتصل للنجاح اللي هيوصلك لنجاحات اخرى، وفي الحالة دي هتبقى سعيد لانك بتدوق طعم السعادة. ده مهم جدا. طيب عايز خطوات عملية. مين اللي هيعمل كده ويحقق يمشي في الطريق ده؟ صاحب الارادة، صاحب المثابرة، صاحب الهدف. صحيح. ده اللي هيواصل. الاستمرار مهم، الجرأة مهمة، المبادرة انيتاتيف مهمة، وتتابع نفسك والمتابعة مهمة. هتصل هتصل ان شاء الله. طيب عايز خطوات عملية للناس اللي بتسمعنا حاليا، 1 2 3 عشان انجح. مش عايز كلام، مش عايز شعارات، مش عايز كلام الناس تقريبا تعبت منه. احنا عايزين هنا في طبيب الاسنان والاذهان زي ما بنسعى دايما نجيب للناس حقائق، حاجات عملية يعملها في حياته عشان يقدر ينجح. طيب وده كان سؤال للاستاذ رضا. دكتور علي العزيز، اتفضل. ما حدش سالني سؤال الا في الكواليس لما سالتني سؤال كان جميل جدا. ليه بنلاقي المعاني دي مع المحاضرين كلهم او في المحاضرات؟ اتفضل. ده سؤال رائع جدا، انا يعني فوجئت انك سالته لي. اتفضل. انا عايز اقول لك حاجه. علم الاجتماع إيميل دوركايم من مؤسسه في فرنسا والعالم ده طبعا يختلف عن كلام ابن خلدون، لأن ابن خلدون كان راصد ظواهر وحاجات، لكن إيميل دوركايم واضح مؤسس علم الاجتماع بنظرياته بجروبه باعتراضاته إلى آخره. صحيح. كان بيقول لازم دراسة الظواهر في المجتمع وتحليلها، لغاية ما تلامذته بقى جه ماكس فيبر. ماكس فيبر ده قال ان احنا لازم ندرس الظواهر للاستفادة منها مش للتأويلها والكلام فيها. فقعدوا يدرسوا البحوث والكتب في التخصصات دهيت، وهي ما تسمى بعلم النفس الموازي، وده مصطلح جديد. صحيح. فلقى انه العلماء او الكتاب والباحثين اما كتبوا حاجات اما بتتقارن بينها وبين بعضها فلاقوا ان في حاجات موجودة عند كل واحد، فدي بقت اساسيات، حاجات ثابتة في كل انسان. ثابتة. اختلاف العلماء في الفكر ده بيطلع لي حاجات. اولا بيبان اذا كان الكاتب او العالم او المؤلف بيميل بذاتيته واهوائه ولا لا، فدي بتستبعد. تمام. لانه في مقارنه. صحيح. في نفس الوقت بيدوروا على الشيء الموضوعي المباشر اللي بيحقق الكلام ده. صحيح. فمن هنا بنلاقي ان المحاضرين بيبقوا كده، لكن هذا لا يمنع من الاجتهاد. طيب نرد على الاستاذ رضا، مقومات النجاح عشان ينجح، ايه المقومات المفروض تكون عنده عشان ينجح؟ اتفضل. هو سؤال الدكتور رضا انه هل بتختلف من واحد لواحد؟ صحيح. ده السؤال الحقيقي. صحيح. اما هي انا الاجابه المبدئيه بتختلف من واحد لواحد، ولكن اما بتزيد عواملها الكامله بتحقق النجاح. ازاي؟ عشان تنجح لازم تعرف مين انت، وقبل ما تعرف مين انت
تعرف ما هو أعظم مني ومنك؟ الله. حسن علاقتك بالله، تناغم مع الكون، تناغم مع الحسن، تناغم مع طبيعة الفطرية البشرية. صحيح. هذا التناغم مع الله، فأنت دخلت في إطار الدوائر الإلكترونية في الكون اللي هي بتعمل توازن للكون. هنلاقي كلنا بنلف بإلكتروناتنا والكعبة والكواكب عكس اتجاه الساعة. إذا قدرت توازن نفسك في هذا المجال فأنت أصبحت متوازن. في توازن آخر اللي هو توازنك في الحياة، توازنك مع عيلتك، مع توازنك الروحاني، توازنك الجسدي والرياضي وصحتك، توازنك مع عائلتك، توازنك المهني، توازنك صحيح. المالي صحيح. توازنك في نقطة أنا بتكلم فيها دايما اللي هي إيه؟ رفع عن نفسك، لأن الترفيه عن النفس هدي لك أفكار جديدة بعدها وهتواصل حياتك بدافعية وحافز أكتر. هنا الدافعية والحافز مهم جدا يكون للحد عايز يحقق النجاح. لأنه دايما بنقول إن الدافع نفسه هو الوقود اللي احنا بنمشي بيه. بس الدافع ده هيجي ازاي؟ بعد ما بدرس نفسي عشان انا عايز انجح، عشان ما اتعثرش. فانا ادرس نفسي كويس، وانا مين وعايز ايه، انا مين وعايز ايه، وامكانياتي ايه، وهل اللي انا عايزه ده ليه طموح مستقبلي يطلعني لنجاحات اخرى يرتقي بي ولا لا. طب يبقى لازم هنا افكاري هتتحط في مشاعري، والمشاعر دي ممكن تاخد جزء من الحب وجزء من الشغف. صحيح. انا بقول لك ان الشغف اقوى من الحب. طب هو ايه الفرق بين الشغف والحب؟ الحب انك بتحب شيء لكن ممكن في لحظه تبعد عنه، اما الشغف ادمان لشيء، عايز تصل لقمه الجبل، عايز تصل لاعمق نقطه في المحيط، عايز تحقق كل نجاحات في هذا التخصص او هذا النجاح اللي انت عايزه. فالشغف قوي، والنيه، النيه انك عايز تبقى كده دي مهمه، انما الاعمال بالنيات. صحيح. في نقطه تانية، ان انت في حاجات داخليه جواك لازم تبعد عن الخوف، لازم يبقى عندك ثقه في نفسك، لازم تبعد عن المهبطين للهمم والمثبطين للهمم، وممكن يكونوا من اصدقائك، وممكن يكونوا من اهلك، وممكن يكونوا من باباك او مامتك او الاثنين كمان. طيب ده ياخدني باذن حضرتك لسؤال، ايه المفروض العائله او الاصدقاء يعملوه مع الناجح او الشخص اللي عايز ينجح؟ ايه اوجه الدعم المفروض يقدمها له؟ اتفضل. كلما زادت ثقافه الانسان وقراءاته والقدوه الحسنه بيقدر يدي الاخرين، يكون معطاء. فممكن الوالدين او الاقارب او الاصدقاء يساعدوا من له فكره في الطموح وتحقيق النجاحات. اما من يسخر منه او يثبطونه أو يستغربونه، فهم بيقعدوا يستغربوا ويعلقهم، وهو لازم يبعد عنهم أو يبعد المسافات اللي بيشوفهم فيها ويرمي ورا ظهره. وإحنا عارفين مخنا في ملفات، اعمل لها ديليت على طول وابعد عنه. الملفات دي ما تبعدها ويلاقوك بتحقق نجاح، مش بقى هيعلقوا، ده هيقفوا ويقفلوا بقهم، وساعات يجي يسألك ينفع أعمل زيك؟ عملت كده ازاي؟ عملت كده ازاي؟ من المهم انك تكون ايجابي، من المهم انك تكون على علم بالتواصل مع الاخرين، لانك انت بتنجح بتقابل ناس، فلازم تتواصل معهم جيدا، لازم تكون وعودك صادقه، لازم تكون امين، لازم تتعلم فن الانصات والاستماع الجيد. طيب حضرتك مره قلت لي وتتابع، لما قلت لك كيفيه التعامل مع الاعداء، او خلينا نخف حد الكلمه دي شويه ونقول مع المحبطين. المحبطين حضرتك قلت لي ابتسم في وشهم. هنا المحبطين برضو انواع، في محبط عشان مشروعي او النجاحات اللي انا بسعى فيها، فده هيقول لي يا عم انت شاغل نفسك بوقتك على الفاضي، انت انا هتاخد ايه؟ بس ده صديق. صحيح. او ابويا. صحيح. او اخويا. فانا بقول له معلش ان شاء الله هتشوف بعدين، بس ادوني الفرصه خلاص، وانا بقول لك اهو من دلوقتي الفرصه تنتهزها وانت اللي تصنعها، اوعى تنتظر ان الفرصه تجيلك، جات لك فرصه انتهزها، مفيش فرصه اصنعها.
بواصل على كده. المهم تستمر. الاستمرار من أسباب النجاح، وإنك تخطط وتكتب أهدافك الأسبوعية واليومية وتشوف إنجازاتك وتحافظ على دافعيتك بالقراية والترفيه على النفس، وكل ما تحقق نجاح كافئ نفسك بنزهة، بسفرة، بفنجان قهوة، بشوكولاتاية. يعني دي مهمة جدا. وزادة التخطيط دي أنا عايز أقول إنه الناس اللي بتبدأ تخطط لحياتها، الناس اللي عندها خطة مدروسة، الناس اللي عندها خطط بديلة وخطط أساسية، دي بتوصل لأهدافها وطموحاتها، توصل لكل حاجة عايزاها، كل حاجة بتتمناها بسرعة أكبر من أي حد تاني بنسبة تتجاوز 30%. كل ساعة حضرتك بتقضيها إنك تخطط لأي بروجكت معين، أي مشروع معين تشتغل عليه، الساعة الواحدة اللي بتخطط لها بتوفر عليك من 3 لـ4 ساعات. وده يرجع للي قاله دكتور حازم دلوقتي، إن التخطيط من أهم أسباب النجاح. اي انسان ناجح هو انسان مخطط لحياته كويس، عارف النهارده هيعمل ايه، عارف بكره هيعمل ايه، عارف بعد سنه هيكون فين. وده ياخدنا لجزئيه التخطيط. اتفضل يا دكتور. مهم قوي انك تبعد عن الكسل والملل. وخد بالك عندنا غده في مخنا اسمها الغده اللوزيه. هذه الغده عايزاك تبقى في وضع راحه، في فترات راحه طويله، كومفورت زون. الضغط الراحه وبتطلب منك الكسل وتخوفك. يعني ممكن تلاقي مهندس مثلا بياخد في مكان 6000 جنيه، في فرح قابل واحد فقال له انا مهندس في الحته الفلانيه، قال له معلش ممكن اعرف مرتبك كام؟ فقال له 6000 جنيه. قال له ايه رايك، انا عندي مصنع كذا وشركه كذا وانا عايزك ب 20000 جنيه. من 6000 ل 20000 جنيه. فهنا الغده اللوزيه هتقول له ايه، اوعى، اكيد بيشتغل في الممنوع، اوعى، عايز منك حاجه، اوعى، تقعد تحذره. المخاوف والهواجس اللي بتيجي، المخاوف والهواجس والتردد ده من مصايب التاثير على الانسان وعلى تفكيره. طالما لا تفعل العيب ولا الحرام فلا تخف، طالما بتمشي مع قانون دولتك ومع القانون اللي موضوع في 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 المجتمع بتاعك، توجه بقلب واعي. هيقابلك معوقات، تجاوزها، عديها، لف حواليها، اتصرف، لكن اما هيبقى عندك شغف هتتصور، هتتصرف وهتنجح وستصل وستكون قدوة لأبنائك وللمجتمع. وأتمنى الكل يبقى حريص على هذا. ولا تنسى أنك اما بتفكر في النجاح لازم من جواك تبقى عارف أنك تستحقه. قانون الاستحقاق ده مهم، واللي بتفكر فيه تفكر فيه بيجيلك. محدش بيزرع بذر بطيخ يطلع له برتقان. صحيح. اللي بتفكر فيه هيترد عليك، ودي قوانين العقل وقوانين الكون، وفي قوانين الكون والعقل زي ما احنا عارفين. صحيح. طيب انا كراجل عايز انجح وعايز احافظ على صحتي، يبقى هستثمر في نفسي، هستثمر في نفسي. صحيح. حاجه تعبت بسرعه الجأ للطبيب، بختار اكلي، بختار راحتي، بشرب ميه كويسه، الحاجات دي مهمه جدا للصحه، والرياضه والمشي والاستيقاظ مبكرا. تعرفين يعني دول كتيره تم حثهم على الاستيقاظ مبكرا. وعندنا برضو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دايما بيحث ان يصحى بدري ونكون اكثر نشاطا. لا، ركوب العجل. هل تعلم ان البرلمان الصيني ما بياخدوش الا من سن 65 ل 95 وكلهم بيركبوا عجل ويمشوا بال 15 كيلو و12 كيلو و7 كيلو مبكرين. الاكسجين والطاقه الكونيه للانسان تزداد صباحا وتفطر مساء. تيجي بنت بالليل خلاص تعبان، حتى لو زوجتك جنبك تقول لك اطفي النور، تقول لها لا قوم انت خلاص تخطف خلاص. صحيح. فانتهزوا الصباح. حضرتك دكتور حازم بيقصد ان الرياضه من اهم اسباب النجاح. اي حد بيمارس رياضه هيكون ناجح، وما فيش حد من الناجحين الا دايما بنلاقيهم عندهم روتين يومي في الرياضه، وعندهم رتاب يومي انهم يمارسوا هوايتهم ويمارسوا الرياضه، لانه دايما بتنشط ذهنهم، دايما بتنشط عقلهم، دايما بتخلي عندهم افكار جديده، دايما بتولد افكار من داخل افكار، دايما بيلاقوا الافكار الفرعيه من داخل الافكار الرئيسيه. فدكتور حازم بيوصي بالرياضه دي حاجه من ضمن مقومات النجاح. اتفضل يا دكتور. انا بشكرك انك بتوضح الكلام. ربنا يبارك في حضرتك. وفكرتني بالمحاضره اللي حضرتها معاك. تسلم. على السي في. تسلم. ومع الاستاذ رضا. رضا، واتكلمنا في النقط العاميه، ودي في القياده بالكاريزما.
صحيح ربنا يبارك فيك. اتكلمنا برضه في محاضرة، أنا حضرت لك محاضرتين على فكرة. أنا كنت سعيد أكيد بتواجد حضرتك. وأنا سعيد وبحب دايما أتبادل المعلومات، ولقيت ما شاء الله عندك علم ممتاز وأهداف حقيقية واضحة ومحددة. طيب نطلع فاصل ممكن؟ اتفضل يا فندم. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. أكرر تحية حضراتكم، ما زلنا مع دكتور حازم الشيخ عميد مدربي مصر، وبنتكلم عن مقومات النجاح وبنتكلم عن كيفية صناعة النجاح. دكتور عندي سؤال بيقول ما علاقة الأنا الداخلية بالنجاح؟ ويعني إيه أصلا الأنا الداخلية؟ تفضل. هو فرويد أول من تكلم في مدرسة التحليل النفسي عن الأنا اللي هي الإد، وتكلم دي فترة في الطفولة مبكرة، وبعد كده بنكتسب خبرات وبنتعلم حاجات، فبيبقى يبدأ بداية تكوين الضمير. صحيح. لغاية لما تزيد قوي يبقى عندنا السوبر ايجو. صحيح. اللي هو يعني الضمير العالي قوي أو التزمت. فعلاقة الأنا علاقة بوهيمية ترجعك لورا، لازم تلغيها وتشغل ضميرك وتشغل مخك وتشغل فكرك وتطور نفسك للأحسن. صحيح. ولو عندك مشاكل أو عقد حاول تتخلص منها بتفكيرك فيها. أنت عندك طاقة عقلية رهيبة تقدر تسيطر بيها على نفسك وتمنع غضبك وتمنع أحاسيسك السلبية وتكون إيجابي. أنت خلقت وأنت طول العالم بداخلك. آه طبعا ده اللي احنا فعلا عايزين نوصله للناس، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى انطوى فيه الكون كله، وهنتكلم فيها كمان شوية لو جت فرصة. اتفضل. انطوى فيه الكون كله؟ انطوى فيه الكون كله. ازاي؟ اول حاجة الانسان اما ربنا يسخر له الكون كله، ها، ويعني لدرجة ان ربنا يقول أيحسب الانسان ان لن نقدر عليه. شوف صحيح. نصل الانسان انه بيعمل كل حاجة لكن ما ينساش ربه، أيحسب ان لن نقدر عليه. فهنا معناها ان الكون كله مسخر الانسان، وان الانسان هيعمل كتير، وده اللي شفناه في الصناعات وحتى التفكير. التفكير بانواعه كتير قوي. طيب دلوقتي انا عايز اعرف اجابه محدده للسؤال بتاعي. اتفضل. عايز اعرف كويس قوي انا ازاي استخدم الكون. حضرتك بتقول الكون كله مسخر لي انا كشخص. ازاي الشخص اللي بسمعنا حاليا يستخدم الكون بامكاناته امكانياته قدراته انه يساعدني ان انا انجح، يساعدني ان انا اوصل لاهدافي، يساعدني ان انا اكمل واوصل للحاجه اللي انا عايزها او التارجت اللي انا حاطه لنفسي. ازاي اسخر الكون ده؟ هو في عالم اسمه روجر سبري سنه 1960 اخذ جائزه نوبل في ايه؟ في مخنا. هو اول واحد حدد صفات مخنا، قال في نصف ايمن رايت لوب، وقال في نصف ايسر ليفت لوب. صحيح. وادى صفات لكل عمليات كل مخ. خلاص. طب هذا المخ بيتصل بالكون؟ بيتصل بالكون. مخنا وعقلنا بيتصل بالكون. بيتصل بالكون. تمام. وطبعا في شعوب سبقتنا قبل كده وكنا احنا مش فاهمينها، لكن علوم مجربه وبيستفاد منها، زي ما قلت لك في مذهب الابروتش كونستراكتيف بتاع فايبر. صحيح. اللي هو الناس الايجابيه البناءه. فاكتشفوا ان الانسان في حاجه ما تسمى بالسبع شكرات الاساسيه. صحيح. وما جه سيمون كليريانس اخترع المكنه دي وصورت، ولقوها سبع الوان، تبدا بالاحمر والبرتقالي والاصفر والقلب والازرق والبنفسجي وشكرة التاج. صحيح. هذه شكرة التاج تستطيع ان تربطك روحانيا ان كنت ستلجأ للروحانية. شكرة التاج. وتربطك بتحقيق احلامك ونجاحاتك. ده
ده جانب اخر غير الكلام اللي احنا قلناه. صحيح. ده الطاقه اللي هي مرتبطه بطاقه التشي. طاقه التشي دي اللي بيطلع منها جميع انواع الطاقات الهنديه البرانا والكي اليابانيه. طيب خليني اقول لحضرتك يعني ايه التوازن الكوني. هذا التوازن الكوني اما نتامل في خلق الله وفي خلق انفسنا نجد ان كل حاجه في الكون فيها طاقه. كويس. الكلمه فيها طاقه، اللون فيه طاقه، الجماد ليه طاقه، كل حد ليه طاقه وليه هاله كمان على فكره بالوان الطيف. لكن مش موضوعنا الطاقه النهارده. لكن انا بقول ان التوازن كل شيء في الكون بيتكون من ذرات وجزيئات. صحيح. خلاص. طب انا النسيج ده عباره عن ذرات وجزيئات بتتكاثر بتعمل نسيج الايدي. صحيح. طب قلبي برضو خليه. صحيح. وانقسامات وتعمل. صحيح. جهاز. فالكون هكذا هنلاقي المجره بتاعتنا فيها ملايين الكواكب والنجوم. عندك 7 مجرات، يعني حاجه رهيبه. المجرات دي كلها بتدور في فلك، ومجرتنا في فلك، والكواكب في فلك، واحنا خلايانا بتدور في فلك اتجاهه عكس عقرب الساعه. وفي الكترونيات، هذه الالكترونيات لما العلماء وهم بيدرسوها اللي هو ممكن تغير اتجاهها. فجت الفكره من هنا انه ممكن الانسان يتغير. صحيح. اللي مش ناجح ينجح. صحيح. اللي القصير ممكن يطول. صحيح. واشتغل بقى علوم بقى الطب والفيزياء والكلام ده على حاجات كتيره لغايه ما بقينا بنتعالج بالنانو تكنولوجي. صحيح. ويعني والفيمتو ثانيه طبعا. صحيح. طلعت وكده. فالعلوم لا تقف وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فاحنا التوازن دهوت بالجمل الايجابيه ميزه عقلك انه بيمشيك. لو انت قعدت تقول طب خلينا نركز في الحته دي بس. عقلك بيمشيك يعني ايه؟ احنا كل الخبرات اللي بناخدها، كل اللي بتشوفه، كل الكلام ده، 60,000 معلومه بتاخدها في اليوم من اول ما بتصحى تسمع اسمك او تلبس النعال او صحيح. او تغسل سنانك، كل دي افكار، فكر فكر فكر. تلاقي في اليوم كله يجي 60,000 فكره جت في راسك. صحيح. بتروح فين؟ وايه اللي يخليك تاني يوم تعمل نفس الحكايه؟ عقلك الباطن. عقلك الباطن ذخيره ميموري عالي جدا. لو قعدنا ناخد كل يوم معلومات بعد 100 سنه هتبقى استهلكت اقل من 10%. يعني دكتور حازم عايز يقول صدق نفسك توصل. دكتور حازم عايز يقول صدق نفسك توصل. كل انسان مننا يصدق نفسه، صدق نفسه ان انا يقدر يوصل وان انا يقدر يحقق احلامه ويقدر يحقق طموحاته. بتعرف يا دكتور علي ان طب. كلامك ده جميل جدا. طب. لان فعلا العقل الباطن لا يفرق بين الواقع والحقيقه. فعلا. ومن هنا ظهر لنا قانون التخاطر وقانون الجذب وكده. للاسف وقت حياتنا انتهى. للاسف. انا للأسف. سعيد بحضرتك. وانا سعيد اكتر، شرفتنا. للاسف وقت حياتنا انتهى. كان معانا الدكتور حازم الشيخ عميد مدربي مصر، اتكلمنا عن النجاح، اتكلمنا عن مقومات النجاح، اتكلمنا عن خطوات عمليه للنجاح. ان شاء الله استنوني النهارده الساعه 11:30 في برنامج جديد طبيب الاسنان والاذان، وحلقه جديده وهتكون بعنوان كيفيه اختيار شريك الحياه المناسب مع الدكتوره جيهان حسين استشاري العلاقات الاسريه والنفسيه. اشوفكم على خير 11:30 ان شاء الله. السلام عليكم.